الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين بكل رحمه ونفقه عدد ما استوعبه الله. اللهم اغفر لنا واستر لنا وبلغنا مما يفديك املنا، اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه في قلوبنا واحلامنا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفه في اهلنا، واقبض على كل اعدائنا. اللهم اقبض على كل اعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المشي الينا. اللهم انا نسالك يا ربي رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. ارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلمائنا والمسلمين. اما بعد، نكمل قراءه وشرح حاشيه الشيخ ابراهيم البيتوري على شرح ابن قاسم البصري على متن الغايه والتقريب القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ونفع الله بعلوم الدارين امين لفقه السنه الشافعيه. ووقفنا على فرائض صلاة الجمعة، وفرائض صلاة الجمعة وشروطها حاجة واحدة، هو بس ايه مجرد تنويع في العبارة، هو قال شرائطها ثلاثة وفرائضها ثلاثة، هي حقه كان يقول لك فرائضها أو شرائطها ستة، لكن هو تنوع في العبارة تيسيرا على ايه على من يريد أن يحفظ، بدل ما يحفظ ستة وينسى، تنوع في العبارة، خلى شرائط ستة، لأن الشرط ما لابد منه والفرض ما لابد منه أيضا. فهو نوع العبارة عشان يبقى ايه التقديم اسهل بدل ما يعني يحفظ، هو عامل اصلا المتن ده للاطفال، فالطفل بدل ما يحفظ ست حاجات يحفظ ثلاثه وثلاثه وسالينا، لكن في الحقيقه هي فرائضها هي شرائطها سته اشياء، خدنا منهم ثلاثه في سوره الشرائط الاول اللي هو احنا قلنا ايه القريه او دار الاستيطان يعني دار الاقامه، والعدد اللي هو 40 عند الشافعيه، العدد هو 40 مما وجبت عليه الجمعه، وبعدين ان تقع في وقتها الوقت الظهر، الثلاث شروط دي ناقشناها في الاول، الان نتكلم على ايه الثلاث شروط البقيه في سوره فرائضها، هيتكلم عن خطبتين وركعتين الجماعه، خطبتين وركعتين جماعه، يبقى ادي ايه ادي الثلاثه الباقيين، خطبتين وركعتين جماعة. يقول وفرائضها ومنهم من عبر عنها بشروط ثلاثة أحدها وثانيها خطبتان، يقوم أي الخطيب يقوم أي الخطيب فيهما ويجلس بينهما. قال المتولي بقدر الطمأنينة، الجلوس بينهما يعني بقدر الطمأنينة بين السجدتين، على قد ما يرى كل وضائع الجلوس بين ايه؟ بين الخطبتين، يعني حتى يقول لك يستحق ان الامام وهو جالس يقرا كل وضع واحد، يخلص يقوم على طول يشتغل في الخطبه الثانيه. ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا او مضطجعا صح. افرض الخطيب مريض، لا هو صلاته اصلا لما بيصلي بيصلي من قعود، يبقى لما يخطب يخطب من قعود، هو صلاته اصلا بيصلي من اضطجاع، يبقى لما يخطب يخطب مضطجع وهكذا. وجاز الاقتداء به ولو مع الجهل بحاله. يعني ما تقولش بقى ايه الراجل ده ظاهر عنده قدره على القيام وصلى بينا من قعود انا مش هصلي وراه. ما تعملش الحركات دي، حتى لو جاهل بحاله طب خليته يصلي كده صلي وراه. لو علمت بعد الصلاه انه كان قادرا على القيام فصلى قاعدا تبقى تعيدها ركبه. لكن ما تفهمش اصلا يعني اللي هي ايه؟ اللي بيعملها بعض غير الفقهاء. وحيث خطب قاعدا فصل بين الخطبتين بالسكت لا بالضجاع، احنا بنسكت بين الخطبتين اللي يخطب من القيام بالقعود. طب افرض هو اصلا بيخطب قاعد يبقى يسكت. يبقى يخطب بين الخطبتين بالسكت. كويس؟ لا بالضجاع، مش يروح نايم علشان يبقى ما هو بالنسبه هو اصلا حل خطبته القيام، فما يفتكرش ان هو علشان يفصل يضطجع. لا يسكن السكتة. وأركان الخطبتين خمسة، حمد الله تعالى ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما متعين.
وربهما تعين. يعني لازم يحمد ربنا، ما ينفعش يقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفع. لازم الحمد لله، لازم لفظ متعين والا تقتل الغرب. اي لفظ من الفاظ الحمد ممكن يقول الحمد لله او له الحمد، احمله حمدا كثيرا كل ده ينفع، لكن يكون في لفظ الحمد كويس، واللفظ اما متعين. ولازم كمان يوصي بالتقوى، لازم. لكن لو خطر كده بسم الله الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اما بعد الاسعار غليت والناس مش عارفه تعيش وبقت ازمات ومش عارف ايه، واحد يتكلم في مشاكل الناس وقعد يخطب كده ما قالش ولا كلمه اتقوا الله، بطل تخطب، بقت خطبه مجلس الشعب مش خطبه الجمعه، دي خطبه تنفع تتقال في مجلس الشعب والشورى، تتقال لمن يريد ان يترشح للانتخابات، لكن خطبه من العباده لازم فيها الحث على تقوى الله كويس. وعشان كده تملي معظم الفقهاء يبتدوا الخطبه باركانها الاول، يحمد ربنا ويقول الشهاده ويصلي على النبي، وبعدين يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يبقى كده قال في الاركان. بعد كده خش بقى الموضوع بقى خلاص، وضعنا انه ايه وقف امور، وبعد كده يقول اي موضوع. ثم الوصيه بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح، يعني مش هتقول اتقوا الله، اعبدوا ربكم اخلصوا العمل لله، كل ما ايه ما يحمل نفس المعنى. ولا يتعين لفظها بخلاف الحمد، الحمد يتعين لفظه على الصحيح. ويقرا ايه تحتوي على ولو ايه واحده قرانيه، لازم الخطبه كلها ولو ايه واحده كويس، وقراءه ايه في احداهما، والدعاء في الثانية، لازم الثانية يبقى فيها دعاء. لازم الثانية يبقى فيها دعاء. والدعاء في إحداهما، يعني لو ما دعاش الأولانية يدعي في الثانية ضروري، لو دعا في الأولانية ممكن يدعي الثانية من غير دعاء ما يقدرش حاجة. المهم يبقى دعا في إحداهما. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية. الخطبة الثانية بقى لازم دعوة عامة تشمل جميع المؤمنين والمؤمنات. بس لازم هي دعوة عامة للمؤمنين والمؤمنات. إن شاء الله اغفر للحضور وارحمهم دول حاضرين، بس لا لازم كمان إيه يعم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط أن يسمع الخطيب أركان، أن يسمع الخطيب أركان الخطبة لأربعين تنعقد يوم الجمعة. يعني عند الشافعية لازم لما يبتدي الخطبة يبقى قدامه 40. ما ينفعش يبتدي الخطبه قدامه اثنين ثلاثه وعلى ما خلص الخطبتين يبقى الناس بتصلي في الشارع بتاعهم. زي ما بيحصل كده في بلادنا. عشان كده الشافعيه بيريحوا نفسهم ويصلوا الظهر. يصلوا الظهر بقى مع الجمعه. لان بقت مشكله. اولا لتعدد الجمعه، ثانيا لعدم بلوغ النصاب من اول الخطبه. لسبب عدم بلوغ النصاب من اول الخطبه ولتعدد الجمعه. يبقى الشافعيه عندهم ازمتين يحلوا الازمتين دول انهم يصلوا ظهر مع الجمعه ولو مرارا كل واحد يصليها. وبعض المساجد زمان كانوا يصلوا الخطيب يخلص ركعتين الجمعه ويسلم ويروح قايم يقيم الصلاه والناس على صفوف يروح مصليين الظهر اربع ركعات وينصرف. بس الموضوع ده عمل ازمه عند بعض الناس اللي هم في المذاهب الاخرى زي الاحناف والحنابله، ولما انتشر بقى المذهب الوكالي وعندهم جرأه كده في الكلام وما بيحبوش الخلاف، عايزين يمشوا الناس كلهم على رايهم، فالشافعيه بقوا بيصلوا لوحدهم وخلاص علشان ما يعملوش خلاف كبير، خصوصا في مذهب الاحناف عنده ان نصاب الجمعه ثلاثه مع الامام سهل. ثلاثه مع الامام كفايه الاحناف رايهم كده، وان ان الجمعه نفسها لتسقط الظهر مطلقا تعددت او لم تتعدد. فمذهب الاحناف الحكايه سهله. يبقى لازم اركان الخطبتين يسمعها 40 عند الشافعيه كده عشان تبقى الجمعه منعقده تمام. ويشترط الموالاه بين كلمات الخطبه وبين الخطبتين. الموالاه يعني ايه؟ يقول الخطبه ورا بعضها، مش يخطب الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله المحمول يرد يروح قاطع براجع. ايوه ايوه خالص
تقعد الجمعه الجايه ان شاء الله كمان شويه. ايه موضوع امبارح؟ لا بعدين. مفيش موالاه، مفيش موالاه. قالوا هيعمل وبعدين يكمل، ما ينفعش الخطيب ده، ما ينفعش. لو عمل كده هيمسكوه الدعاه الناس. لا فما ينفعش، لازم كل ورقات موالاه. يبقى الموالاه يعني كل ورقات، ما يقطعهاش بالبعض. لكن افرض عدس وشرك وكح وقعد ينفذ شويه، ما يجراش حاجه بقى، ما يجراش حاجه. احنا كوبايه ميه علشان مثلا ايه شرك، ما يجراش حاجه، حاجات ضروريه. ويشترك الموالاه بين كلمات الخطبه وبين الخطبتين، فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت. ويشترك فيها ستر العوره وطهاره الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان. ويشترك كمان ان يبقى طاهر من الحدث، لكن ممكن الخطيب الجمعه يخطب الجمعه بدنا وهو عليه الحدث، اللي هو في حاله ايه؟ استخدام الطهورين، فاقد الطهورين هيصلي ويخطب للناس. فاقد الطهورين يعني لا يستطيع الماء، لانه لعدم وجود الماء حسا او حكما. حسا يعني مش موجود ميه اصلا، او حكما يعني عنده مرض يمنعه من استعمال الماء. يعني معنى ايه فاقد الماء؟ حكما. وقد يفقد ايضا التراب، يعني عنده برضه مرض ما يقدرش يستعمل التيمم، ما يقدرش يتيمم، عنده مرض في عينيه ووجهه ايديه محروق او شيء من هذا، فما يقدرش يتيمم ولا يجيب عليه ميه. ويخطب على الناس اسمه فاقد الطهورين، يبقى في الحاله دي يستشفى خطبته وبعد كده يبقى يعيد ظهر بعدين. لكن الكمال ان هو طالما ما فيش الاعذار دي لازم يكون مطابق، لازم يكون مطابق، يكون ثوب طاهر لان هي جزء من الصلاه، ولازم يكون ستر عورته كويس. والثالث من فرائض الجمعه ان تصلى بضم اول ركعتين في جماعه تنعقد بهم الجمعه، ويشترط وقوع هذه الصلاه بعد الخطبتين. برضه لازم الصلاه تبقى بعد الخطبتين. تأول الأمر صحيح إن الصلاة الجمعة كانت الصلاة الأول وخطبتين بعدها زي صلاة العيد كده. وبعدين لما نزلت إذا رأى تجارة مولاه انفضوا إليها وتركوك قائما، فتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تذكرية تجارة من الشام على أساس إنهم صلوا ثم بدأوا الخطبة. فإيه فلما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخطبتين أولا ثم الصلاة في الآخر عشان ما حدش ينصرف. ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين بخلاف صلاة العيد فإنها قبل الخطبتين. ونقف على الهيئات. نقرأ بعد كده كلام الشيخ الزيتون على ما قرأناه. يقول وفرائضها إلى آخره. تعبيره هنا بالفرائض وفيما تقدم بالشرائط تفنن. لأن المراد بالفرائض الشرائط. فإن الفرض والشرط يجتمعان بأن كلا لا بد منه. وبالجملة فالكل شروط. فلو بعد المصلي فيما مرض شرائط فعلها ستة، وعطف ما هنا على ما تقدم لكان أولى وأنسب كما تقدم التنبيه عليه، لكنه فعل هكذا تنشيطا للطالب، لأنه إذا انتقل مما عنون عنه بالشرائط إلى ما عنون عنه بالفرائض حصل له نشاط، حصل له نشاط في الطالب يعني. قول ومنهم من عبر عنها بالشروط. يعني من الفقهاء عبر عن الفرائض دي بالشروط، وهو الجمهور. وتعبيرهم بها هو الوجه الوجيه، لكن قد عرفت ان تعبير المصنف بالفرائض للتفنن لان المراد بها الشرائط فلا اختلاف في المعنى بل في مجرد التعبير. قوله ثلاثه تضم للثلاثه السابقه فتصير الجمله سته، وتقدم انه زيد عليه شرطان فيكون المجموع ثمانيه، أحدها وثانيها إلى آخره. جعل الشارح الأول والثاني خطبتين، والثالث أن تصلى ركعتين في جماعة. وجعل الشيخ الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني ليه شرح أيضا على إيه؟ على متن غير التقريب. وجعل الشيخ الخطيب الأول الخطبتين، والثاني أن تصلى ركعتين، والثالث أن تقع في جماعة، يعني صلي الجماعة شرط ثالث. هو قال لك ركعتين في جماعة، ولو في الركعة الأولى وفي صنيع الشيخ الخطيب كما قاله بعضهم النظر، لأن العدد لم يعدوه شرطا في صلاة من الصلوات، ومحل الشرطية في كلام المصنف قوله في جماعة فتدبر. يعني الشرطية هنا إن الركعتين يبقوا جماعة، مش أي ركعتين. ده المحل هنا مش الركعتين، لأن يبقوا جماعة. كويس؟
يعني لو صلاه منفرد بعد خطبه ومشي ما تنعقدش له جمعه، ولو الامام نفسه ما نواش الجماعه تبطل صلاته، تبطل صلاه الناس، ولو ما نواش المهتم بالابتداء تبطل صلاته ما تبقاش جمعه. ليه؟ لان الجماعه شرط للتحدث، لان الجمعه لا تنعقد اصلا منفرد على اي صوره من الصور، فلا بد من نيه الجماعه والامام من نيه الامام. قال خطبتان لخبر الصحيحين انه صلى الله عليه واله وسلم كان يخطب يوم الجمعه خطبتين يجلس بينهما، وكانتا في صدر الاسلام بعد الصلاه، كانوا في الاول بعد الصلاه زي صلاه عيد. فقدم نحيه الكلبه بسيجاره من الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعه، يخطب للجمعه، وكانوا يستقبلون العير بالطبل والتصفير، فانقضوا الى ذلك، هم سمعوا الطبل والتصفير قالوا من السيجاره، فانقضوا لذلك وتركوا النبي صلى الله عليه واله وسلم قائما، ولم يبق منهم الا 12 وقيل 8 وقيل 40 على 3. عشان كده المكيه عندهم نصابها 12، علشان اللي وصلهم اللي بقوا مع النبي كانوا 12، وقيل 8 وقيل 40. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو انصرفوا جميعا، لو كلهم كانوا مشوا وسابوا النبي، لأبرم الله عليهم الوادي نارا. ونزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، إليها إلى التجارة، مش إليه اللي هو الله، يبقى عبارة عن إليها يقصد التجارة، وما قالش إليهما، لأن هي المقصودة بذاتها، إنما اللهو المصحوب ليها ده مصاحب ليها إعلان عنها، فمش المقصود اللهو هو التسليق والطبل اللي يعملوه معاك، فهم انفضوا للتجارة ذاتها مش للطبل. وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وخص مرجع الضمير بالتجارة إليها لأنها المقصودة، وقيل في الآية حل والتقدير أو لهوا انفضوا إليه، وحولت الخطبة قبل الصلاة من حينئذ. فقول الخطيب الشيخ الخطيب: ولم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما، أي بعد نزول الآية، وأما ما قبله فكان يصلي قبلهما. قال أئمتنا: وجملة الخطب المشروعة، الخطب المشروعة لإيه؟ للإسلام 10، اللي بيخطبها الخطيب 10 خطب مشروعة، خطبة الجمعة، وخطبة عيد الفطر، وخطبة عيد الأضحى، وخطبة الكسوف، وخطبة الكسوف، الكسوف للشمس، وكسوف للقمر، وخطبة الاستسقاء التأخير يعني، وأربع في الحج، وأربع خطب في الحج. ما بيعملوش دلوقتي خطب الحج إلا خطبة إيه من عرفات بس، اللي هي إيه؟ اللي هي بيعملوها في مسجد نبوي. لكن في الحج ليه خطب، في خطبة يوم السابع، يوم السابع الإمام يجمع المسلمين في المسجد المكي المفروض، لأن المسلمين كلهم بيبقى الموسم كله موجود، كل الموسم موجود كله، علشان كله بيستعد اليوم التروية ويطلع على منه، فيروح عامل خطبة كبيرة. الوهابية ما بيعملوش الحاجات دي، لأنهم قايمين على الحرم، المفروض يعملوا خطب النبي ويحيي وهذه السنة، يقعد يخطب في الناس يفهمهم أنتم مقبلين على أي عبادة، لأن في ناس بتيجي من الآفاق مش عارف فقه الشرك، فالخطب دي مقصدها بدل ما يقول له فقه الشرك والشرك طويل، مرة واحدة يفتكر اللي يفتكر وينسى اللي ينساه، يوم يخطب له يوم سبعة، يقول له إن إحنا بكرة هنطلع على منى بكرة التروية، وهنعمل في منى كذا وكذا، وبعدين بعد كده يجي يوم التروية يخطب له خطبة يقول له إحنا هنعمل إيه في عرفة، ويجي في عرفة يقول له هتعمل إيه بعد عرفة، ويجي يوم النحر يقول له هتعمل إيه وأنت في منى. يبقى بياخد الحجم كده كل مره، كل شويه يقول لهم هنعمل ايه في المره اللي جايه؟ هنعمل ايه في المره اللي جايه؟ دي الخطط بتاعت الحج يعلموا الناس. واربع في الحج احداها بمكه في اليوم السابع من الحجه المسمى يوم الزينه، لان مكه بتبقى ايه مزينه، لان مملوءه بقى بالوفود، بتبقى فيها ملايين ملايين بقى. ازحم اوقات في مكه هي يوم سبعه ويوم ثمانيه، بعد كده الناس بقى بيتفرقوا،
الناس بيقف عرفات بعد كده بمزدلفه، بعد كده شويه في منى وشويه بتوك وشويه بتسعى وشويه يسافر ويبني وشويه يروح على المدينه وهكذا تبتدي تتفاجئ. لكن يوم 6/7 و8 ده الكل مجتمع، كله قاعد مجتمع مستلم مستني علشان يبدا ايه اعمال الحج. عشان كده سمي يوم الدين. وتانيها ثانيتها بنمره في اليوم التاسع المسمى يوم عرفه، كوني معروف اللي بيخطب فيها يروح يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع وقصر، جمع تقديم وقصر. ثالثتها بمنى في اليوم العاشر اللي هو يوم النحر. رابعتها بمنى في الثاني عشر، الثاني عشر يخطب في منى عشان يقول لنا اللي يتعجل يا جماعه يرمي النهارده ويروح، واللي عايز يبات وهتغرب عليه الشمس يبات ويرمي بكره ويمشي. يفهم الناس واللي ما طافش طواف الافاضه يفوت كذا، واللي ما سعاش يعمل كذا، يبتدي بقى يعلم الناس المناسك اللي باقي عليه، واللي فاتوا رمي امبارح يبقى عليه كذا ويقضي النهارده، واللي ما فاتوا يقعد يعلم الناس. فدي الخطبه الاعمال اللي عليه. والذي لم يسبح وينحر هديه الى الان ينحر الان، او يرحبه بعد ذلك، او يدفع الاموال بتاعته ويوكل البنك معامله توكيله بيوكله في هديه وهكذا. يبقى هذه خطب مهمه علشان بيجي لك ناس من الافاق وبيبقوا ما عندهمش الفقه الكافي فتقدر تعلمها. هما الوقت بيكتفوا اداره الارشاد في مكه بانهم بيعملوا شرايط، وقاعدين الشرايط شغاله ويقولوا للناس بعض الاحكام، وفي نفس الوقت يحذروهم ويقولوا لهم وزياره المدينه غير ضروريه بعد الحج وهذه للعلم وليست من المناسك. اللي حكى وخلص ممكن يروح، مش شرط يروح المدينه. واللي يروح المدينه ما ينويش زياره القبر، ينوي الصلاه في المسجد. يعني قال الشرايط اللي مشغلين، قال الشرايط اللي تيجي المشغلين، تصور بقى. نسال الله ان يسلمنا ويسلمهم من سوء فهمهم. ورابعتها بمنى في الثاني عشر المسمى يوم النصر الاول، اللي هو فمن تعجل في يومين فالاثم عليه ومن تاخر فالاثم عليه لمن. وكلها كل الخطب دي بعد الصلاه، كل الخطب، خطبه عيد الاضحى وعيد الفطر والاستسقاء والقصور والقصور، والخطب اللي اسمنا، والخطب اللي اسمك يوم الزينه، كل ده خطب بعد الصلاه، الا خطبه الجمعه وخطبه نمره قبل الصلاه. إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها، وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل الصلاة وبعدها. وتشيل بقى بعد كده بقى خطبة الاستسقاء، فالخطب الثانية بقى كلها تنفع تقولها قبل الصلاة أو بعد الصلاة مجاز على حسب حال المسلم. وكلها اثنتان، كل الخطب اثنتان إلا الثلاثة البقية في الحج بفراد، اللي هي خطبة يوم الزينة وخطبة منى يوم النحر وخطبة منى يوم النصر الأول. دي خطبة واحدة. ويسن في الخطبتين كونهما على منبر. يسن على منبر عالي كده علشان الناس تشوف الخطيب وتسمعه كده. فإن لم يكن فعلى مرتفع، مفيش، يبقى يجي على حتة هضبة عالية كده يقف عليها. أو يجيبوا له كام سلمة كده يقف عليها، يجيبوا له كرسي. يقول المهم يبقى حاجة مرتفعة. فإن لم يكن فعلى مرتفع واتخاذ المرقى بدعة حسنة. كان الزهر زمان أيام الشيخ البيجوري كانوا بيجيبوا سلم كده العجل يقرموه، فالحتة اللي هياخد فيها الشيخ يروح إيه طالع على المرقى أو منبر متحرك يحركوه كده بالعجل لحد ما يجي عند الخطيب يقف، ده اسمه المرقى. واتخاذ المرقى بدعة حسنة حدثت بعد الصدر الأول، على أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر من يستقصد له الناس في خطبة منى في حجة الوداع، وهذا شأن المرأة. يعني النبي أمر إن واحد يخلي الناس يتكت له الناس علشان يقعد يقف. قال له المرأة بيؤدي نفس المهمة، لأن لما الناس تلاقي المرأة دخل الناس تسمع هيعرف إن الخطيب حي، فيؤدي نفس المهمة. وهذا شأن المرقى فلا يدخل في حد البدعة أصلا. يعني هو بدعة في صورته لكن في حقيقته هو نفس الوسيلة، هو استنصاف الناس اللي فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البدعية اللي فيه انه من حيث اللغة، من حيث المعنى اللغوي شيء مستحدث.
لكن المقاصد تأخذ حكم إيه؟ الوسائل تأخذ حكم المقاصد، الوسائل تأخذ حكم المقاصد. يعني إحنا عندنا قاعدة إن الوسيلة تأخذ حكم المقصد، يعني إيه؟ يعني أنا لما أقول لك أستر عورتك بصلي، وسيلة صرف العورة إن أنا أحضر الثوب، يبقى لما أروح أشتري الثوب من المحل أنا كده في عبادة، واجب عليا أروح أشتري الثوب من المحل. يبقى ده قبل المحل اللي شراء الثوب اللي أستر عورتي ده واجب، مع إن أنا ما قلتلكش روح المحل اشتري، أنا قلتلك أستر عورتك. فوسيلة صرف العورة الحصول على الثوب، والحصول على الثوب يقتضي الذهاب إلى المحل الأشتري أو للسوق. يبقى الذهاب إلى السوق وسيلة تأخذ حكم المقصد، ستر العورة واجب، يبقى الذهاب للسوق واجب، وشراء الثوب واجب. شفت بقى؟ لما أجي أنا أقول لك مثلا أحضر الثوب من فوق السطح، لأنه زمان إيه؟ ينشروا الغسيل فوق السطوح. فأبوك قال لك إيه؟ أحضر الثوب من فوق السطح، وانت راجل عايز تمتثل كلام ابيك لان قاعدة الاب واجبة، يبقى لابد لك من تحصيل السلم الذي تصعد به الى السطح، لانه ما كانش السلم لك الثوب، لكن السلم وسيله للصعود ولا انا حقير، يبقى لازم احصل السلم. هو يقول لي احضر ثوب فوق السطح، اروح انا ايه فين السلم؟ لانه ما ليش السلم، لان السلم وسيله للصعود، فياخذ حكم ايه؟ حكم الامر. فالامر هنا للوجوب يبقى تحصيل السلم واجب. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالعدد في التسبيح وفي الذكر والاذكار، منها من صلى علي 100، قال لنا هو 100 مره صلي عليا 100 مره، وفي منها من صلى علي 1000، يبقى لي 1000. وفي احاديث يقول لك من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مره حين يصبح كما له كذا من الفضل وكذا من الفضل، حديث كثير. يبقى كان النبي قال لي عده، ويقول لي بعد كتاب كل صلاة قول الحمد لله 33 وقول الله أكبر 34 وقول سبحان الله 33، يبقى قال لي عد أهو، يبقى النبي مش قال لي عد، يبقى اتخاذ ما يعد به مستحب، لأن الأمر بالعادة تكون مستحب يا حكم، يبقى الذبح مستحب لأنها وسيلة لتحصيل العدد المطلوب في الشرع. الذبح مستحب ليه؟ لأن الشرع أمرني بالعدد، ووسيلة العدد أصبحت زي الذبحة أو أي وسيلة، أجيب حاجة أتك عليها كده تديني أرقام زي ما عملها الجماعة اليابانيين، عملوها الإنسولين، يبقى أي وسيلة للعدد مستحب. وما ألزمنيش الشرع إن أنا لازم أعد على إيه، ما قاليش دي الشرع، هو قال لي العدد مطلقا، وأنا آخذ الوسيلة اللي تناسبني. يبقى لما يلزمني بالعدد على إيديا يبقى ده إلزام بغير شرع. ده من المؤمن. واخد بالك ازاي؟ لقيت الشرع وسعها لي، قال لي عد. عد 100. قول كذا 100 مرة. ما قاليش عد ازاي. فلو جبت ورقة وقلم وقعدت عد كده كل ما اقول واحدة اعمل واحدة شخصا يمشي. اجيب نوايا زي ما الصحابة كان يجيب لك في 100 نوايا فرح بيعد بيها، أو يجيب 100 حصى يعد بيها، كل دي وسائل اتخذها الصحابة للعدد. تأخذ حكم المقاصد. الوسائل التي تأخذ حكم المقاصد، واخد بالك؟ وعلشان كده احنا قايلين لما يشرحوا لنا كتب الفقه ويجي يقول لك انواع المياه، هو عايز يكلمك الوضوء والغسل، يقوم يبتدي لك بانواع المياه الاول. طالما انت هتتوضا وتغتسل فالماء وسيله الوضوء، مش كده؟ فيقوم يبتدي يكلمك في وسيله الوضوء، لان بغير ماء مفيش وضوء ولا غسل. انت عايز تدرس كيف اتوضا وكيف اغتسل، تفتح كتاب الفقه ما يبتدي لكش اول الكتاب كيفيه الوضوء ابدا، يبتدي لك انواع المياه. طب هو الشرع قال انواع المياه؟ لا، هو لابد ان انا اعرف انواع المياه لان ده وسيله الوضوء، وانا هتوضا ايه؟ فلازم اعرف الايه ده اللي هتوضا بيه الاول. فاهم؟ يبقى طول عمر الفقهاء مقسمين مخهم كده، يقوم يعمل لك ايه؟ يقول لك انواع المياه، بعد يقول لك انواع المياه وتقسيمات المياه عشان تعرف ايه اللي يجوز الوضوء بيه ولا الاغتسال، يقول لك ازاله النجاسه. وبعد ما يجيب لك كده يجيب لك كمان وسيله الوسيله. طب هو الميه هتجي لك ايه؟ مش هتجي لك في الاناء؟ ولا هتجي لك لوحدها ماشيه كده بالهواء؟ يعني هتجي لك في الاناء، مش كده برضه؟ يقول لك الاواني.
كل ده لسه ما اخدناش من باب الوضوء، عشان في الوسائل ووسائل الوسائل الوسائل ووسائل الوسائل. بعد ما يقول لك الانيه وانفعها وطهارتها ونكلمك على النجاسات، احنا لسه طب هو الماء برضه يزيل النجاسه وازاله النجاسه وسيله لتطهير البدن. كل ده لسه ما اخدناش من باب الوضوء. نقعد كده ندرس 6-7 شهور في كتب الفقه على ما نوصل لباب الوضوء، واحنا جايين الجامع اصلا النهارده نتعلم الوضوء، بس هقوله لك بعد 6 شهور. ليه؟ لان حاول انا اعلمك خلال 6 شهور دي الوسائل ووسائل الوسائل لحد ما تبقى مؤهل. اما اجي اقول لك اتوضى تبقى عارف هتتوضى ازاي وفي ايه وفي ايه، ولما اجي اقول لك استر عورتك تعرف هتستر عورتك العوره حدودها ايه، ولما اجي اقول لك طهاره البدن من النجاسه والقذاره تعرف انواع النجاسات ايه وانواع القذارات ايه. يبقى كل ده تأهيل للنوم. قلت بقى ان الوسائل تاخذ حكم المقاصد ازاي؟ يبقى السبحه زي الحكايه اللي عاملين لنا ازعارينا بيها الجماعه ايه؟ الوهابيه يعني. لازم تعد الايد، انت خدت حديث كده النبي امرني ان انا اعد الايد. ما قالش يقول لك اصل واحد يشهد يوم الايام، طب ما انا بعد السبحه بايدي ولا السبحه بتشتغل كده موت كنترول. طب ما ايدي برضه اللي مشغله السبحه. واخد بالك ازاي؟ افرض يعني. وانا دلوقتي ومين قال لك يعني ان انت يعني لازم تعد بيه؟ بيجي لك بغير اي وسيله اخرى اجنبيه عنها. طب ما في واحد لما يجي يعد 100 بايديه بلط. مش كل واحد عنده القدره انه ما يعد ال 100 دي ويعد. طب ولو عدت 100 هيعرف تعد 1000؟ ما يعرفش. يتلخبط، هيبقى كل همه في ايه؟ في ضبط العدد. واحنا عندنا عايزين همنا في الذكر الحضور مع المذكور. تقوم السبحة تخليك ايه؟ مش دريان بانك بالعدد، مش حامل هم العدد، لكن مركز كل تركيزك فيما يذكر، فيبقى تعينك على الذكر مع مراعاة الاداب. انما ما تشيل مني الآلة اللي انا هحسب بيها وتخليني بقى اقعد اذكر ربنا، هيبقى كل مخي انا يا ترى بقيت 10 ولا 20 ولا 27 ولا بقيت 33. طب اما عيد من الاول، وبعدين كل شويه اسرح اروح مبطل ومروح. يبقى انت بالطريقه دي بتقول لي ما تذكرش الله، لانك حرمتني من الوسيله اللي بتعيني على الذكر. فهو بس ايه؟ عايز يقول لك ما تذكرش ربنا لانه شيطان، بس مش عايز يقول لك كده انك مش هتسمع كلامه. يقوم يقول لك ايه؟ بلاش داعي للبتاع دي، لاش داعي دي. طب ما بلاش داعي دي، مش هذكر، لان هعد ازاي؟ انا عايز اعد واعرف وانصرف، وانصرف علشان عندي مشاغل اخرى. طب وانا عايز اعد ليه؟ علشان اعرف اعمالي اضبطها فاداوم عليها، والمداومه على العمل مطلوب، احب الاعمال عند الله ادوامها وينقل. فانا هداوم على عدد ازاي الا وانا مش عارف قدره؟ لازم اعرف قدره عشان ابقى مداوم على العمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فعل خيرا ايه يعني يداوم عليه. اي فعل خير كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبته، يثبته يعني يعني يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا علشان كده بيقول لك ان المرقى ده وسيله لانصات الناس ولاسمحهم. فما تجيليش بقى تقول لي اصل النبي ما كانوش صلى الله عليه وسلم يجيبوا له مرقى، المرقى ده بدعه. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف الغائب، لكن النبي كان يريد ان الناس تنصت للخطبه، فكلف واحد قال له انصت لي الناس. فلو جبنا وسيله اخرى تنصت الناس ورفعنا الخطيب وقفناه عشان الناس تشوفه، وبعدين اما يجوا الناس شايفين ان المرقى ده الناس قاعده بتزقه ومودينه عند القبله والمحراب، الكل هيسكت يفهم على طول. عشان كده قال لك ايه؟ هو بدعه في الصوره بس، لكن في الحقيقه سنه مستحب، لان النبي استنصت له الناس. يبقى بينظر ايه؟ لمقاصد الشرع، وان الوسائل تاخذ حكم المقاصد. سهله الحكايه دي؟ طيب. وعلشان كده فلا يدخل في حد البدعه اصلا. شفت الكلام بقى؟ فلا يدخل في حد البدعه اصلا. ويسن للخطيب ان يسلم على من عند المنبر او المرتفع وان يقبل عليه. يعني الخطيب هو رايح كده ماشي هيتصل عند المنبر، يقوم يقول له السلام عليكم للناس اللي قاعده حوالين المنبر، وبعدين يروح قاعد طالع ويلتفت للناس اول ما يوصل للمستراح، الحته اللي بيقعد عليها على المنبر اسمها المستراح. اول ما يوصل للمستراح يواجه الناس ويقول السلام عليكم ورحمه الله، عشان بقيه الناس كلها شافوه. ففي الاول بيسلم على القريبين اللي شايفينه، وبعدين لما بيعلى بيكون شاف عدد اكبر، فيقوم يقول السلام عليكم ورحمه الله. وده بيعمله الايه؟ كل الخطباء الحمد لله. ويسن للخطيب ان يسلم على من عند المنبر او المرتفع، وان يقبل عليهم اذا صعد المنبر او نحوه وانتهى الى الدرجه التي تسمى بالمستراح،
وأن يسلم عليهم ثم يجلس، فيؤذن واحد للاتباع الجميع، يقوم واحد بأول ما الخطيب يقعد يقوم إيه التاني يؤذن. كل الحاجات دي بنعملها إلى الاتباع، لاتباع النبي في الجميع. ويسنى أن تكون الخطبة فصيحة جزلة قريبة للفهم، يبقى لازم الخطبة تكون إيه فصيحة، يعني فصيحة الفصاحة مراعاة حال السامع دي الفصاحة، إنما ما استعملش ألفاظ جميلة قوية لكن أقوى من فهم السامعين، لأن اللغة العربية مليانة ألفاظ غريبة في الفهم ما يعرفهاش إلا المتخصص. ما بطلعش أنا بقى علشان أنا راجل كده تمام التمام في اللغة أو ما أقول للناس كلام صعب عليهم، هو صحيح فصيح، فصيح في ذاته، لكن لما يلقى على هؤلاء الناس ما يبقاش فصيح، يبقى غامض. الفصاحة منها مراعاة حال السامع، انك تختار الالفاظ اللي يفهمها السامع، وتختار المواضيع المهتم بها السامع كمان، وتختار الاخطاء اللي الناس وقع فيها بالفعل وتصححها بالفاظ قريبة الفهم، يقوم نحس اللي قاعد انه قاعد مقبل عليك لانك بتكلمه في حاجة هو عايشها، يقوم يحس انك انت مش جاي له من قرون عديدة طلعت يضم القبر وطالع دلوقتي تخطب الجمعة مش دريان الدنيا عايشة في ايه، لا ده انت واحد منهم قريب منهم، في ازمة تتكلم، في منكر منتشر تتكلم فيه، في بدعة منتشرة تتكلم فيها، واخد بقى وهكذا. يبقى دي الفصاحة، مش الفصاحة ان انا احفظ اشعار واحفظ اكلاشيهات كلام من كتب قديمة بالفاظ كانت فصيحة في زمانها وصارت غريبة في زماننا، وبعدين اقول في ناس تبقى حافظ الخطب كده اكلاشيهات يقف يقول لدرجة يقول اللهم انصر سلطاننا، طب فين سلطاننا؟ اصل الخطيب كان بيقول كده، ما يعرفش ان الثورة قامت وان الخلافة انتهت وان المسلمين بقوا متفرقين وانه لا ده لسه، اللهم انصر خليفتنا، فين الخليفة يا ابني؟ اصل كان الكتاب اللي هي كان ايام الخلافة العثمانية حفظ منه، فما ينفعش الطريقة. يبقى الفصاحة مراعاة حال السامع ومراعاة الزمان اللي بتلقى فيه الخطبة وإيه ومراعاة فهم السامع كمان. ويسنى أن تكون الخطبة فصيحة جزلة، جزلة يعني ما يبقاش فيها إيه يعني مرادفات كتيرة، ما يبقاش فيها ضمائر غايبة كتيرة ورا بعضها بحيث ما يعرفش الضمير ده يعود على إيه والضمير ده يعود على إيه، تبقى كأنها فزورة بقى فوزير، لا تبقى كده واضحة، جمل قصيرة كل جملة لوحدها وتبلع ريقك وتتنفس عشان البني آدم يستوعب منك انت عايز تقول ايه. جزلة قريبة للفهم لا مبتذلة ركيكة، ما يكلمش الناس بقى كلام ركيك، انتوا مالكوا كده قاعدين مبلمين على الصبح وجايين لي كده كسلانين وعينكم عمصة جاتكم نيلة، الله اسمه كلام يقول كده الخطيب، يقول كده الخطيب ده كلام يرضي ربنا؟ ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده لان دي مبتذله، كلام مبتذل بقى ما ينفعش. لكن ممكن يقول ايه لما يتكاسل الناس عن الصلاه ولما لا ياتون المسجد مبكرين، او ده كلام برضو حلو يؤدي نفس المعنى، بدل ما يقول لهم انتوا جايين كسلانين ويجب على كل واحد يجي لنا يجي مغتسل ومتطيب، بدل ما يقول لهم انتوا جايين لنا عينكم عمصين يقوم يختار الفاظ اخرى حلوه جميله وهكذا. يبقى ايه ما يبتذلاش قوي ولا يختار الفاظ صعبه قوي، واخد بالك ازاي، ولا يختار الفاظ ايه ركيكه وحشيه ولا غريبه وحشيه. غريبه وحشيه يعني كلام كده ايه مش كل الناس تفهمه، اذ لا ينتفع بها اكثر الناس، متوسطه، تكون متوسطه في الطول، لان الطول الطويل قوي في ناس تخطب الجمعه بالساعه ونص، يعني ساعات يعني انا اخطب الجمعه هنا احس ان انا طولت اقعد مثلا ساعه الا ربع الخطبتين والصلاه مثلا، وبعدين اقول ده انا طولت بالناس، ونقرا نقعد نقرا الاوراق بتاعتنا واجي اطلع اسمع ايه بعد الجوامع لسه بيصلوا، كان بيقول ايه ده الناس دي كلها احتدي عليه. يبقى الواحد ايه ما يطولش طول ممل، ولا تبقى قصيره مخله، يعني لازم تبقى معقوله عشان يبقى الموضوع، وبعدين يمسك موضوع معين يتكلم فيه علشان اللي بيسمع في اخر الخطبه يقول اه ده النهارده الخطيب كان بيتكلم على الامانه، على الصدق، على اللهو الذي يشغل عن الله، على اتخاذ على مثلا استعمال السنه في كل امور الحياه، على مثلا البعد عن كل ما خالف الشرع الشريف، يبقى عارف موضوع للخطبه.
لكن في احيان كثيره تسمع خطب كثيره وتيجي وانت ماشي ابنك يقول لك يا بابا هو الخطيب كان بيقول ايه النهارده؟ تقول له والله ما فاكر يا ابني، مش عارف حتى تعنونها، مش عارف حتى تقول عنوان الخطبه. ليه؟ لانه اتكلم في مواضيع شتى وما وفاش اي موضوع حقه، لان الطول يمل والقصر يخل. ولا ينافي في ذلك، ولا ينافي ذلك خبر مسلم اطيل الصلاه واقصر الخطبه، لان المراد قصرها بالنسبه للصلاه مع كونها متوسطه في نفسها، والا يلتفت في شيء منها بل يستمر مقبلا عليهم الى فراغها. ما يلتفتش في شيء منها، يعني ما يلتفتش في حاجه تشغله عن موضوع الخطبه، ما يردش على المحمول اما يرن، ما يبصش مثلا لواحد وهو بيخطب يلاقي مثلا الميكروفون صوته واطي، يقوم يقول للمساعد بتاعه اللي في المسجد انا مش قلت لك يا ابني تصلح الميكروفون امبارح وتجيب الراجل الكهربائي وسايب لك 20 جنيه امبارح؟ يعني انت ليه ما تسمعش الكلام؟ الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي. ما ينفعش كده، الطريقه دي ما تنفعش، واخد بالك ازاي؟ يعني يقعد يلتفت شويه ويكلم الناس شويه كده، يعني ما تنفعش الطريقه دي. بل يستمر مقبلا عليهم الى فراغها، ويسن لهم ان يقبلوا عليه مستمعين له، ويسن كمان للناس انها تقبل على الخطيب. يعني اللي كان قاعد وساند نفسه على العمود ورا يبتدي يقرب بقى للخطيب يقبل عليه، واللي كان نايم واللي كان مديله جنبه واللي كان مدي ظهره كله بقى يلتفت علشان الخطيب كمان يبتدي يحس ان الناس مهتمه، يقوم ايه يبتدي يتكلم، والا ما يبقاش ده نايم وده مديله ظهره وده ساند على الحيطه وده قاعد جنب الشباك في الطراوه وده مش عارف قاعد جنب الحريم علشان مراته قاعده هناك لحسن حد يخش يبص عليها، وبعدين المسجد كله فاضي قدام الخطيب، طب هيخطب لمين؟ ما ينفعش. وكذلك في دروس العلم يسن الاقتراب والاقبال على من يعطي الدرس او يخطب. ويسن لهم ان يقبلوا عليه مستمعين له، لقوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، بناء على انها نزلت في الخطبه. وسميت قرانا لاشتمالها عليه، والامر في الايه محمول على الندب، فلا يحكم الكلام في حال الخطبه. ده المذهب الجديد عند الشافعي، ان الامر على الندب وليس على الوجوب. لكن القديم يجب الانصات ويحرم الكلام والفتوى عليه. المذهب القديم يجب الانصات ويحرم الكلام والفتوى عليه، لكن المذهب الجديد للشافعية عندهم على الندب، فلا يحرم الكلام في حال الخطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله متى الساعة ما أعددت لها. هم أصلهم استدلوا إن واحد دخل سأل النبي أثناء الخطبة، فقال له طب ما هو اللي سأل ده يبقى اتكلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وما قالوش ايه ما تتكلمش اثناء الخطبه. بس ده لا يفهم منه ان المستمعين يكلموا بعضهم البعض. فهمتني ازاي؟ وعلشان كده احنا نفتي بالقديم، لان ده ليس فيه قرينه على جواز كلام المصلين بعضهم مع بعض، لكن غايه ما فيه جواز ان يسال الخطيب من احد المستمعين اثناء الخطبه، لكن لا يدل على كلام الايه المستمعين فيما بينهم وبين بعضهم البعض. خدت بالك؟ اعتبرها في المذهب الجديد قرينه صارفه عن الوجوب للندب، هذه القصه. لكن القديم هو الراجح، لان القرينه دي غير كافيه، لانها هنا كلام مستمع مع الامام وليس مستمع مع مستمع. فهم؟ وبالتالي يبقى ايه المذهب القديم هو الراجح في هذه المساله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله متى الساعة ما أعددت لها، فقال حب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحبب، ولم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت، فدل ذلك على جواز الكلام. بس حقنا نقيدها مع الخطيب من أجل إيه؟ من أجل الاستفهام عن سؤال. يجوز ما يجراش حاجة، يعني أثناء الخطبة لو واحد من اللي قاعدين عايز يستفهم حاجة متعلقة بموضوع الخطبة لا بأس، وزي كتير مواقف كثير. والراجل اللي دخل على النبي قال قد هلكنا وهلك الضرع، استمطر لنا يا رسول الله، مش كده برضه؟ جعله في خطبة الجمعة، فالرسول أشار إلى السماء فامتلأت سحاب وأمطرت،
وجاله تاني الاسبوع اللي بعده قال غرقنا يا رسول الله. فضل المطر شغال اسبوع, دخله برضه في وقت الخطبه قال له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا لا علينا واشار كذا احاديثه. كل دي كان حديث بين الايه, بين الخطيب وبين المستمعين, لكن مش بين المستمع والمستمع. يعني ما نقعدش مع بعض نقول له ازاي الاحوال واخبارك ايه, ما شفتكش ليه امبارح والخطيب قاعد شغال بيتكلم, ونقول اصل كده يبقى عمل مكروه لان الانصات مندوب. تهيألي ايه ان الراي ده هيبقى بعيد عن ايه, عن الفقه. عشان كده احنا نفتي بالقديم اولي. بل قد يجب, هنا بقى يجب الكلام احيانا اثناء الخطبه لضروره بقى كانذار اعمى ونحوي عند خشيه وقوعي في مهلك. كان في بعض المساجد زمان تبقى عاملين فيها مسقه كده وبير في وسطها عشان الناس ايه تخش تطلع الميه تتوقف. فلو داخل اعمى واحنا قاعدين وداخل ماشي في اتجاه البير ده هيسقط والخطيب بيتكلم, يبقى يجب علي ان انا احذره. يبقى ان الكلام واجب في حقه في الحاله دي, لان هنا ضروره بقى كإنذار أعمى يقع في مهلك. كويس. ولم تنفعه الإشارة وكرد السلام. واحد قال السلام عليكم ورحمة الله, يكره إيه؟ يكره أصلا الابتداء بالسلام. على القهوة بقى تعلي صوتك كده أو في النادي ما ينفعش. كويس. والأفضل إنك أنت ترد بالإشارة. يعني مشايخنا قالوا لنا كده, قالوا لو سلم عليك رد بالإشارة, واخد بالك وخلاص عشان ما تعملش شوشرة. وكرد السلام وإن كان ابتداؤها مكروها لأن عدم مشروعيته لعارض, وقد يسن كتشميت العاطس. واحد عطس يسن انك انت تقول له يرحمكم الله بصوت واطي ويكون جنبك, مش عطس في اخر الجامع وانت في اول صف تلتفت ليه يرحمكم الله والخطيب بيشتغل. ما ينفعش كده, ما ينفعش, هيجيب لك البوليس. الخطيب يجيب لك البوليس ويعمل لك مشكله, واخد بالك ازاي؟ فتاخد بالك. وقد يسن كتشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاه على النبي عند قراءه الخطيب ان الله وملائكته. عندنا ده شعار, شعار يسن لما تتجاب سيره النبي ان المستمعين يقولوا صلى الله عليه وسلم بصوت عالي كده, تقوم تحس انك انت بتخطب في مسلمين. لكن لو اتكلمت انت في الكنيسه وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقي كلهم بل ما يقولش صلى الله عليه وسلم, تقوم تعرف انك بتتكلم في مسيحيين او بتتكلم في كفار. انما اول ما تتكلم في وسط مسلمين تقول قال صلى الله عليه وسلم كل الناس تخف صلى الله عليه وسلم. فهمتني ازاي؟ يبقى ده اصبح شعار, اصبح شعار عند المسلمين, وهو الجهر بالصلاه على النبي عند ايه الاتيان باسمه الشريف صلى الله عليه واله وسلم. والناس كده طبيعتها كده, يعني تلاقيهم نايمين 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 في اثناء الخطبه, واول ما يجي سيره النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يرجع ينام تاني. ليه؟ لان الناس محبه كده, تحب النبي, النبي جه في قلبهم. لدرجه ان ابن اختي بيحكي لي قصه, كان هو في هندسه اسيوط, فحضر درس في مسجد في اسيوط, فالراجل في الخط اللي بيدي الدرس, درس كده يعني زي الدرس بتاعنا كده, مش خطبه جمعه ولا, قاعد بيتكلم على البنات اللي في الجامعه واللي بتتزوق يعني وتلبس مش عارف ملابس خارجه, ولمن تتزينين ولمن تلبسين هذه الثياب لمقابله الحبيب. ام الثاني كان يمكن قال صلى الله عليه وسلم. فهو عنده كلمه الحبيب مرتبطه في ذهنه بالنبي صلى الله عليه وسلم, هو مش في باله موضوع بتاع ايه بتاع الراجل خالص. فالناس تلاقيها ايه كده ماشيه على السجيه يعني, فتلاقي مرتبط ذكر النبي بان الناس تستيقظ كده, لان ذكر المحبوب يوقظ صلى الله عليه وسلم. والحمد لله العجيبه ان حتى العصاة من الامه, حتى اللي ما بيصلوا كلهم بيحبوا النبي. كل الناس اللي يحب ربنا القى محبه النبي في قلوب الناس جميعا, حتى يمكن اعداء النبي الكفار لما بيقروا سيره النبي يحبوه, بس يحبوه كرجل مش كرسول. يقول لك ده حكيم, ده عنده صلاح, ده كان مصلح عظيم, لدرجة ان خلوه على رأس المئة وهم كفار. يعني النبي ربنا سبحانه وتعالى جعل حبه كده, اي من خالطه معرفة احبه. سيدنا علي كان يقول كده,
من خالطه معرفة أحب. أي واحد يخالط النبي إما يعيش معاه أو يشوف سيرته أو يقرأ عنه يحبه على طول صلى الله عليه وسلم. حتى ولو ما أمنش بيه، حتى لو ما أمنش برسالتي، يحبه كإنسان. واخد بالك قد إيه؟ لكن المسلمين الحمد لله بيحبوا النبي كإنسان وكرسول وكنبي وككل حاجة في حياته، بل هو أولى من أنفسهم عند أنفسهم. وقد يسن كتشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي، وكذا عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ولو من غير الخطيب، وإن صرح القاضي أبو الطيب بكراهته. يعني لو ذكر اسم النبي من غير الخطيب يقول لك ما يعلي الصوت، ده إيه؟ ده القاضي أبو الطيب الكذا. والمعتمد ما اقتداه كلام الروضة من إباحته، قال لك حتى لو سمع اسم النبي واحد ماشي في الشارع والخطيب بيخطب ويقول صلوا على النبي، اللي ماشي في الشارع والخطيب بيخطب في موضوع تاني، يبقى اللي قاعدين بيقولوا صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ لان جاء ايه في اذنه حتى ولو من غير الخطيب، فاهم؟ والمعتمد ما اقتضاه كلام الروضه من اباحته، وهذا في من يسمع الخطبه. اما من لم يسمعها لصمم او بعد، افرن الكهرباء قطعت والمسجد متسع قوي وانت مش سامع الخطيب بيقول ايه، تقوم تشغل نفسك بذكر او بقراءة. او افرد اللي حاضر الصلاة عنده صمم، يعني عنده عاطبة في السمع ما بيسمعش، يشغل نفسه بذكر الله لحد ما الخطيب يخلص، كويس؟ وهذا في من يسمع الخطبة. اما من لم يسمعها لصمم او بعد فالاولى له ان يشتغل بالذكر او القراءة، ويسن ان يشغل يسراه، ويسن للخطيب يعني ان يشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف المنبر. كان زمان ايام الخلافة والخلفاء كانوا يمسكوا سيف كده، ولو سيف حقيقي دليل قوة الاسلام يعني، ويسند على المنبر، يمسك السيف بيسرى ويسند على المنبر بيمناه، واخد بالك ازاي؟ وبعد كده حولوه لسيف خشب. زمان واحنا اطفال كان بعض المساجد ايه عاملين سيف خشب كده حاطينه في المنبر، اما يجي الخطيب يقف يخطب يمسك السيف. الوقت لما ضعف المسلمين وبقوا لا سلاح لهم، يا دوب بيطلع كده بعكاز او من غير عكاز ويقف كده يتكلم وخلاص، لكن ده كان ايه زمان. وان يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر صورة الاخلاص، يجلس بين الخطبتين بقدر الطمأنينة على قد ما يقرأ صورة ايه قل والله احد، وان يقرأها فيه ايضا، وان يقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة، اول ما يخلص الخطبة المؤذن يقيم على طول، يبقى دي ورا دي على طول. ويبادر الخطيب في اثناء الاقامة، يبادر لحد ما يوصل للمحراب، يروح نازل والتاني بيقيم عشان يوصل للمحراب، ليبلغ المحراب مع فراغه من الاقامة فيشرع في الصلاة، وان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة المنافقين جهرا، او سبح اسم ربك في الاولى، وهل اتاك حديث الغاشية في الثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت، فهما سنتان. الأذان يا هنكمل بس الحتة دي بعد الأذان ونصلي إن شاء الله. يا رب يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قام محمد وأتبك لا تخلف المعنى. ومثل الإمام في ذلك من لم يسمع قراءته. يعني افرض برضو انت بتصلي وراء الإمام وما سمعتش قراءة الإمام، تقوم تقرأ السور دي برضو، يبقى لو لم سمعتش قراءة الإمام تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الثانية، أو سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وهل أتاك حديث الغشية في الثانية. ده لو انت مش سامع قراءة الإمام. طب افرض مش حافظ السور دي، أي سور بقى ما يجراش حاجة. ومثل الإمام في ذلك من لم يسمع قراءته وبعض السور المذكورة أولى من غيره. افرض إن قراءة سورة الجمعة كاملة تعتبر إطالة على الناس متعودوش يعني، يبقى أقول بعض السورة جزء منها يعني أولى من إنك تقول سور تانية، إلا إن اشتمل على ثناء كآية الكرسي فيكون ذلك أولى. قوله يقوم إلى آخر هذا من شروط الخطبة وسيأتي بقيتها، وإنما جعل القيام هنا شرطا وفي الصلاة ركنا. في الصلاة عندنا القيام من أركان الصلاة، يقول لك القيام مع القدرة في الصلاة، لكن ما جعلوش شرط في الصلاة. ليه؟ لأن القيام فعل ولا قول؟ القيام فعل كده بقى. الخطبة أقوال، فما ينفعش يخلي لي القيام وهو فعل من أركانها، لأن الركن جزء الشيء، الركن جزء الشيء، لكن القيام واخد بالك في الخطبة ليس جزء منها، لأنه مش كلام، ده فعل والخطبة كلام، فخلوا القيام في الخطبة شرط. لكن الصلاة تعرفها إيه؟ هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم على الهيئة المعروفة، فقال لك أقوال وأفعال، فالقيام فعل فدخل فيه إيه؟ في أركانها. خدت بالك الفرق؟ علشان كده عقد القيام ركن من أركان الصلاة، لأن الصلاة أقوال وأفعال لكن الخطبة أقوال بس، فهمتني مش كده برضو؟ فيوم والقيام ضروري، يوم يخلي القيام طالما ضروري لكن ليس من 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 أجزائها يخليه شرط، ما يخلوش إيه؟ ركن. وإنما جعل القيام هنا شرطا وفي الصلاة ركنا، لأن مسمى الخطبة الأقوال فقط والقيام فعل، فلا يعد ركنا منها، لأن الركن هو جزء الشيء المكون لهويته المحقق لماهيته. يقولوا كده الركن جزء الشيء المكون لماهيته المحقق لهويته، يعني الرأس منك ركن فيك لأنها جزء منك، من غير رأس ما يبقاش فيه إنسان مش كده؟ وإذا كان قلب، من غير قلب ما فيش إنسان، يبقى دي أركان لأنها جزء الشيء، من غيرها يبقى ما فيش هذا الايه الشيء. لكن الهواء بالنسبه للانسان مش جزء منه لكنه ضروري لحياته، يبقى الهواء شرط لكن الراس ركن. فهمتني بقى؟ يبقى الوضوء شرط لصحه الصلاه لانه مش جزء من الصلاه لكن وفي نفس الوقت ضروري، يبقى الوضوء شرط من شروط الصلاه، لكن قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه لانها جزء منها. خدت بالك؟ يبقى الشرط خارج عن الشيء والركن داخل في الشيء مكون للشيء. كل ما كان ضروريا وخارج عن الشيء يسموه شرط، وكل ما كان ضروريا وجزء داخل الشيء يسموه ركن. ادي الفرق بين الاركان والشروط. خدت بالك؟ زي الهواء والماء والحاجات دي شرط لحياة الانسان لكنه مش من أركان الإنسان. أركان الإنسان إيه؟ رأسه، جذعه، كبده، قلبه، إيديه وأطرافه مش من أركانه، لأنه ممكن تتقطع الإيدين والأطراف ويفضل إنسان برضه، واخد بالك؟ تبقى من كمال زينته، من كمال زينته زي السنن كده، زي سنن الصلاة، واخد بالك؟ زي ما قالك صلاة الجمعة شروط وأركان. أيوة. وإنما يعد شرطا ومسمى الصلاة أقوال وأفعال وهو فعل اللي هو القيام منها، فلذلك عد ركنا. يبقى القيام عد ركن في الصلاة وعد شرطا في الخطبة. وقول أي الخطيب أي القادر على القيام، وأما العاجز عنه فيجلس فيهما، فإن عجز عن الجلوس أيضا اضطجع
يعني ينام على جنبه ويخطب. افرض البلد دي ما فيش الا الراجل ده هو المتعلم الوحيد، والراجل ده مريض مش قادر يقعد، وهيصلي الجمعه ازاي؟ يعني ده هو الوحيد اللي يعرف يخطب في البلد بحد. يوم ساعتها يجيبوه وينام كده على جنبه ويخطب له وهو مضطجع او هو جالس. فان عجز عن الاضطجاع استلقى، يجيبوه بالسرير بتاعه كده ونايم على ظهره ويقعد يخطب فيه. جاله مرض في مفاصله، جاله كسر في العمود الفقري، قالوا له لازم تنام على ظهرك 3 شهور وما تحركش نفسك، لكن بيقدر يتكلم كويس بس هو نايم كده على ظهره. عنده كسر في الحوض وكسور الحوض كلها، علاجها انه يستلقي على ظهره 6 اسابيع ويخف، ولا جبس ولا عمليات ولا حاجه. بتحصل حوادث زي دي ربنا ينجيه. يبقى في الحاله دي يجي يخطب وهو مستلقي. وسيذكر بعد ذلك الشارح بقوله ولو عجز عن القيام الاخير فيهما، اي في الخطبتين جميعا، ويقوم فيهما، يعني القادر على القيام يقوم في الخطبتين كلهم، ويجلس بينهما. هذا من شروط الخطبة كالذي قبله، وتقدم أنه يسن أن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر سورة الإخلاص وأن يقرأها فيه أيضا. قوله قال المتولي بقدر الطمأنينة بين السجدتين، إنما خص ذلك بالذكر لأنها هنا جلوسا كالجلوس بين السجدتين، وإلا فلا تتقيد الطمأنينة بكونها بين السجدتين، وهذا أوضح مما قاله المحشي. قول ولو عجز عن القيام إلى آخره، أي ولو بحسب ما يظهر لنا كما سيشير إليه الشارح بقوله ولو مع الجهل بحاله. فلو تبين أنه كان قادرا على القيام فإن صلى من قيام أو طرأ له العجز في الصلاة حقيقة وصلى قاعدا صحت الخطبة والصلاة. يعني افرض أنه هو كان عنده قدرة على القيام فخطب قائم ونزل صلى الركعة الأولى قائم، جاي يقوم ظهره قفش قفش مش قادر يقف، خلاص عضلاته كلها كلبشت مش قادر، طرأ عليه العجز فراح مصلي الركعة الثانية وهو جالس، صحة الخطبة والصلاة، لأنه طرأ عليه عجز هنا منعه من إيه؟ من الإكمال من القيام. صحة الخطبة والصلاة سواء كان من 40 أو زائدا عليهم عند الرمي، سواء كان الإمام ده 1 من 40 العدد يعني الحاضر أو زائد عليه، واشترط الزيادة كونه زائدا على 40 بخلاف ما لو صلى من قعود وتبين أنه كان قادرا على القيام في الصلاة فإنها لا تصح. والفرق أن الخطبة وسيلة والصلاة مقصد، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. دي برضو قاعدة تحط تحتها خط، قاعدة فقهية، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. أو مضطجعا أي مع العجز عن القعود، وكان الأولى للشارح أن يصرح بذلك. وكذا لو خطب مستلقيا مع العجز عن الاضطجاع كما في الصلاة، فأسقطه هنا الاستلقاء، والظاهر مجيئه هنا كما قاله الشبر من لسي. صح أي المذكور من الخطبة المفهومة من الفعل وهو خطب، وتصح خطبة العاجز ولو مع وجود القادر. تصح خطبة العاجز ولو مع وجود القادر، لو في ناس تعرف تخطب وهي قادرة وهو خطب تصح، لكن الأولى للعاجز أن يستنيب القادر. وجاز الاقتداء به أي في الصلاة بأن صلى من قعود أو اضطجاع أو استلقاء، فيجوز الاقتداء به مع ذلك كله. ولو مع الجهل بحاله، أي سواء كان مع العلم بحاله أو مع الجهل به، لكن قد عرفت التفصيل فيما لو تبين حاله فتنبه له. لو تبين حاله ان كان قادر وصلى من قعود هتصلي التعيد انت ظهر. وحيث خطب قاعدا اي العذر، وكذا لو خطب مضطجعا او مستلقيا فيما يظهر، فيفصل في ذلك كله بسكتة وجوبا لا بالضجاع، فلا يكفي ما لم يشتمل على سكتة وإلا كفى. ونقف على أركان الخطبتين في الخمسة، نقرأه إن شاء الله يوم السبت القادم. أركان الخطبتين يجب كل مسلم على فكرة يبقى عارف الأحكام دي، لأن ممكن يطرأ عليك مرة تدخل المسجد وصلاة جمعة وما يجيش الخطيب، ويقف واحد يقول له يا جماعة عايزين واحد فيكم يخطب عشان نصلي الجمعة، فلازم المسلمين اللي قاعدين دول يبقى فيهم على الأقل 1 أو 2 عارف أركان الخطبة إيه وأحكامها إيه، بحيث ما يطلع يوم يخطب ويقول الأركان دي ويصلي بالناس وإيه ويسد هذه الثغرة.
نسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا وأن ينورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون.